يسعد صباحك عفاف. صباح الخير. يسعد صباحك. صباح الخير لجميع مشاهدينا من وين ما كنتوا عم تتابعونا. اكيد اليوم بهذا الجو الحار كثير بنتمنى انه يكون لطيف ويمرق على خير، وخصوصا عند الاشخاص يلي عندهم حساسيه وامراض بيعانوا منها خصوصا بفصل الصيف. بدي اتمنى لكم نهار يحمل معه كل الخير كالعاده وكل الاشياء يلي بتحبوها. مشوارنا الصباحي بلش معكم، ولكن اكيد بدي ارجع انتقل لسلمى. يسعد صباحك عن جديد عفاف. يعني الشوب اليوم كتير كتير شوب، الله يكون بعون طلابنا يلي عندهم امتحانات. صحيح. بهذا الشوب والناس اللي عم تطلع. وطبعا حذرت الأرصاد الجوية انه اليوم من اعلى درجات الحرارة تقريبا ممكن توصل ل 36 او 37، فاللي ما عنده شيء ضروري يفضل ما ينزل او يتحرك، وخصوصا بساعات الشمس الطويلة. اكيد محطاتنا متنوعة، ولكن مثل العادة خلينا نصبح عليكم بغنية. وكل صباح سلمى تعودنا انه يكون معنا مجموعه من المعلومات الغريبه والجديده، وممكن نكون لاول مره عم نسمع فيها. رح نتابع سوا ضمن فقره هل تعلم. هل تعلم ان 60% من الامور والاشياء الجميله التي تحدث للانسان في حياته تأتي بعدما يكف عن انتظارها أو يفقد فيها الأمل نهائياً؟ هل تعلم أن التفكير الزائد في الماضي سيجعل منك شخصية مكتئبة، أما التفكير الزائد في المستقبل سيجعلك شخصية متوترة؟ لذا يحث علماء النفس على تجنب التفكير الزائد وبكل أنواعه. هل تعلم أن الإنترنت والنوم هما أكثر وسيلتين يتم استخدامهما للهروب من الواقع؟ وهل تعلم أن الإنسان من الطبيعي أن يمر بوقت لا يطيق فيه الحديث مع أحد ويفضل البقاء وحيداً؟ وأفضل ما يمكن للآخرين تقديمه لهذا الشخص هو التوقف عن سؤاله بشكل متكرر والابتعاد عنه. هل تعلم أن حوالي 40% من الناس الذين تعرفهم سيحاولون بشكل أو بآخر أن يستهينوا بطموحاتك وقدراتك حتى يظهروا أنهم أفضل منك؟ هؤلاء غالباً ما يعانون نقصاً في القدرات والثقة بالنفس. أخيراً، هل تعلم أنك إذا خصصت 4 ساعات فقط يومياً للعمل على شيء تريد تحقيقه غالباً ستصل لأهدافك في مدة وجيزة؟ يعني مثل ما سمعنا عفاف، في معلومات عن جد اوقات بنكون عم تعرف عليها جديده ومهمه، مثل المعلومات اللي بتخص الاطفال او بتخص حياتنا. احيانا شيء هيك مثل ما سمعنا انه الانترنت والنوم اكثر وسيلتين الناس بيهربوا فيها. يعني يمكن النوم شوي مفيد، ما كثير له اضرار سلبيه، بس الانترنت هو اللي له اضرار اكثر. صحيح، هالايام هي ما في هروب لانه ما في نت. بس هلا، بس هلا ليخلصوا الامتحانات. اما هلا صار الوقت لنرجع برزنامه التاريخ ونقلب بصفحاته ونتعرف على ابرز الاحداث يلي سجلت حضورها بمثل هاليوم 6 حزيران بالتقرير التالي. تتولد أحداث جديدة وبتتسجل برزنامة التاريخ وبتشكل ذكرى منسترجعها مع بداية كل صباح. واليوم بستة حزيران خلونا نتعرف على أبرز هاي الأحداث. دي مثل هاليوم من عام 1664، تغيير اسم المستعمرة الهولندية نيو أمستردام الموجودة على الساحل الغربي من المحيط الأطلسي لاسم نيويورك. وبعام 1925 تأسيس شركة كرايسلر العملاقة للسيارات. وبعام 2015 نادي برشلونة الإسباني بيفوز بدوري أبطال أوروبا بعد تغلبه على جوفنتوس الإيطالي بنتيجة 3-1 بالنهائي اللي أقيم بمدينة برلين. وهاليوم شهد ولادة العديد من الشخصيات يلي كان إلى بصمة مميزة بعالمنا. ففي عام 1799 ألكسندر بوشكين شاعر روسي. وأيضاً هاليوم شهد على وفاة عدد من الشخصيات، ففي عام 1961 كارل يونغ عالم سويسري
بعلم النفس. صباح الخير عن جديد ولأولى فقراتنا ومساحة جدا مهمة، وخصوصا هلأ بهذا الوقت بنشوف كثير من الأطفال هلأ صاروا فرحانين بالعطلة وبدهم يستمتعوا فيها، ولكن كثير من الأهل اليوم بيلجأوا لحتى يسجلوا أطفالهم بدورات تعليمية وأنشطة تدريبية لحتى يحققوا الفائدة لأطفالهم، ولكن هالشي ممكن يساوي رد فعل عكسي عند الأطفال ويخليهم أكثر بحالة من الغضب والقلق الدائم والتوتر حدا ويكونوا مانو رضيانين. صحيح عفاف، لهيك اليوم بأولى مساحاتنا الصباحية رح نتعرف أكثر كيف ممكن الأهل ينظموا الوقت لأطفالهم بالعطلة الصيفية، بين طبعا بعض النشاطات اللي هي ممكن تكون تعليمية وتقدم الفائدة، وبنفس الوقت بين النشاطات اللي هي ممكن تكون فيها ترفيه لهم. هي حالة التوازن كيف ممكن يعملوها الأهل من دون ما يصير في ضغوطات على أطفالهم؟ كثير من الأسئلة رح أجاوبنا عليها طبعا الاختصاصية رند نظر، وهي اختصاصية بعلم النفس. تسعى صباحك واهلا وسهلا فيك. صباحك يا رب، صباح الخير. صباح الخير واهلا وسهلا فيك. يعني هلا بلشت العطله والاطفال ناطرين مناطره مشان يبلشوا بالتسليه والالعاب وينسوا شوي ضغط الدراسه، ولكن الاهل فورا بيلجأوا لتسجيلهم دورات تدريبيه، وهي الاساس ضروري كثير بهذا الوقت. خلينا هيك ننصح الاهالي بهذا الوقت ضروري نحن نسجل اطفالنا بدورات ولا نعطيهم هي المساحه لحتى يتسلوا فيها؟ هلا صراحه الدورات التدريبيه والانشطه ما بنحس ننكر لها أهمية، هي فعليا بتساعد الطفل انه يعرف مهاراته اكثر، يعرف اهتماماته، بتخليه يكتسب اشياء جديدة، يتعلم شغلات جديدة. بوجوده بهي التدريبات او الانشطة هو عم يكتسب علاقات اجتماعية، عم يتواصل مع اقرانه اللي بنفس عمره، فخلينا نقول هو في تنمية على عدد من الجوانب. هو خلينا نقول التدريبات او الانشطة بالذات كمان الترفيهية، فهي عم خلينا نقول تغيير شكل شوي عن المدارس، عن المنهج الدراسي اللي هو فيه نوع من الصرامة نوعا ما، عم يتنمى عنده الفنون، الرياضة، الرسم، يعني اي مجال من الجوانب. وهون الطفل هو عم يكتشف ذاته اكثر، حتى انه عم يتعلم مثلا فيها يعني خلينا نقول يحل المشكلات، كمان في عنا انه يصير عنده تفكير نقدي، فهو في تنمية على عدد من الجوانب. لكن احنا يعني حتى ما يشكل خلينا نقول نصير نوع وسطي، يعني بين انه الطفل يستمتع بالعطلة الصيفية بنفس الوقت نحن نشتغل كأهل على تنمية مهاراته، تنمية امكاناته، وحتى انه تطويره كشخصية وكتطويره على جميع الجوانب الحياتية عنده. لكن نحن في بعض الأهالي انه اذا بالذات نحكي عن الدورات والأنشطة، ممكن بعض الأهالي يواجهوا صعوبة مادية انه نحطب نحن اذا ما بإمكاننا نحطه لهذا الطفل بهي الأنشطة والتدريبات، كيف ننمي قدرات طفلنا؟ نحن ممكن فعليا كأهل من إمكانات الموجودة ببيئتنا ببيتنا، مثلا نحن انه ناخذ الطفل للحدائق الطبيعيه، ناخذه مثلا للحدائق الحيوان، حتى احيانا معنا ممكن رحلات التخييم، هون الطفل بنسمح له انه هو يستكشف، يكون عنده حب المغامره، بحس انه هيك في عنده فضول يتعلم اكثر. كمان نحن كاهل ممكن ننمي له قدراته التعليميه، مثلا نحن صح انه بالصيف وعطله صيفيه نحن ممكن نشغله باحاجي الغاز، يعني نحن هون دمج اللعب خلينا نقول مع التعليم، هو يحس حاله انه مو انا لساتني بجو المدرسه، لا انه نحن في عنا جو اخر، وخصوصي اشتراك الاهل مع الطفل بهي الانشطه يعني خلينا نقول بيساوي نوع من المتعه عند الطفل، ما انه بحس حاله مستصعب الموضوع. كمان في نقطه كثير مهمه بدي حابه احكي عنها هي الانترنت، لانه هلا كمان ذكرت بالمعلومات، الانترنت ممكن يكون وسيله كثير فعاله نحن نعلم الطفل فيها مهارات جديده، نكسب له وقت الصيف انه نحن نطوره. هلا للاسف في كثير يعني خلينا نقول يعني نسبه منيحه من الاطفال صارت بعمر صغير عم تكمش هالموبايل، تفتح على قنوات اليوتيوب، عم تشوف شغلات ما لها فائده، وبالذات اذا عم يتابعوا حياه يوميه لاطفال ثانيين او قصص عم يتعلموا منها اشياء سيئه ممكن تكون. لا نحن ممكن كاهل نسمح له هذا الطفل يكمش الانترنت، يشوفه تحت اشرافنا، نحن بنوجهه لمثلا يتعلم مهاره جديده، يتعلم الرسم، يتعلم العزف، يتعلم اي شيء مفيد ممكن نحن نطور له كاهل مهاراته. كمان من القصص اللي ممكن نحن نطور له فيها مهاراته وبنفس الوقت ندعم الجو الاسري انه نحن فعليا نشرك طفلنا، مثلا نفوت نحن على المطبخ نبلش نعمل مع بعض نحضر اشياء
سهلة بسيطة. هون الطفل بيتعلم مهارات الطبخ الأساسية، وجوده مع أهله بيحسسه براحة نفسية. فعنا نحن فعليا كتير إمكانات ممكن تكون متوفرة عنا كأهل، إذا ما كان عنا رغبة أنه نحن نحطه بالدورات التدريبية والتعليمية ويكون في إرهاق للطفل. بهاي الحالتين سواء كان الطفل بالتدريبات ولا كان بضمن أسرته وبيته، نحن عم نطور له مهاراته وإمكاناته. طيب أستاذة رند، خلينا نحكي شوي كمان اليوم نوعية هاي التدريبات كتير بتأثر مثل ما أنت قلتي، ومين ممكن يكون مشترك معه؟ يعني أوقات كتير في أطفال بيحبوا يروحوا على بعض النشاطات حتى لو كانت تعليمية لأنه رفقاتهم معهم، غير لما بيحس حاله أنه هو لوحده. أوقات الكوتش نفسه حسب نوعية الكوتش، إذا كوتش قاسي بده يعطيهم حتى السباحة. يعني هلأ كتير بنشوف هاي بنعاني منها أنه الأهل كلهم بدهم يعلموا أولادهم سباحة، إذا الكوتش أسلوبه قاسي بينفر الطفل من هذا النوع من التدريبات. قد ايه مهم أنه يكون في مثلا شيء مشترك فيه الأهل مع الأطفال، مو يتركون لحالهم؟ أكيد. هلأ نقطة كتير مهمة لحتى الطفل ما ينفر من الأنشطة ويرغبها، أول نقطة بيكون أنه هو الطفل فعلا بده هذا النشاط ضمن اهتمامه. في كتير من الأهالي مثل ما قلتي أنه بدهم يحطوه سباحة، ممكن الطفل ما بحب السباحة، خصوصي في بعض الآباء بيكونوا في شغلات عجزوا عن تحقيقها، مثل ما حابين كانوا يتعلموا هنا البيان ويتعلموا أي قصة، فإنه ابننا بده يحطه وهيك بده يتعلم هاي القصة. فالطفل انه هنا بنظره انه لا لازم يحبه، تمام. الطفل ممكن يكون رافضه ما بده. فاول نقطة انه الطفل يكون هو حابب هذا النشاط. اذا لقى الطفل صعوبة انه يندمج، مثل ما قلت انسان كان في جو ماله مريح، خجلان، ما قدران هو يندمج مع رفقاته، فهون كأهل كتير مهم انه هن يكلن دور تحفيزي بانه نحن ممكن نجي معه مرة ومرتين، وحتى انه نحن ممكن نراقبه من بعيد، نحن ناطرينك، عم نشجعك، عم نشوفك. فهون الطفل هو لحاله رح يتشجع اكثر انه انا ماما هلا مثلا عم بتشوفني، بابا عم يشوفني، انه كيف انا عم بلعب، كيف عم بعمل. هذا الشيء بحسسه اول شيء براحة، ثاني شيء بخليه انه اكثر انه انا بدي يتحفز. تماما يتحفز انه انا بدي احقق انه هيك اعمل شيء بيضلوا وشهم يعني بهالمعنى. فالفكره انه هذا الشيء كثير مهم، وحتى بيقرب الصله بين الطفل وابائه. لهيك كثير مهم انه الاهل يشتركوا مع اطفالهم بهي الانشطه. اذا كان لنفترض ما عندهم مجال، ممكن رفيق، اخ، صديق قريب لهم انه كمان يروح معهم بهذا النشاط. مثلا نحن نروح اذا كان نافر من الكوتش ماله حابه، نحن نلاقي كوتش ثاني، او نحكي مع الكوتش انه نحن طفلنا عم يعاني نقطه 2-3، هو مثلا بيتوتر بخاف، اسلوبك مثلا الحازم هو ممكن يخوفه. فنحن كمان يكون في كاهل دور انه نوضح ليش ابننا نحن ما عم يرضى بهذا النشاط. هذا الشيء بخفف كثير العائق الموجود انه الطفل انه هو ما يندمج بالنشاط، وممكن يصير بالعكس مجرد ما انه نعرفت الاسباب يتنحل والطفل طبيعي يصير بالنشاط وبالعكس يبدع فيه كمان. طيب هون كمان ممكن الطفل لما يحس انه في جانب تعليمي باي نشاط ممكن انه يقوم فيه ينفر او يصير عنده حاله توتر، انه انا هلا خلصت مدرسه، هلا خلصت امتحانات، لسه بدي اتعلم، لسه بدي احل لغز، لسه بصير حتى بتتحول هاي الحاله لغضب وبصير في توتر يعني بينه وبين اهله. هون كيف بدنا نخلق مساحة نحن من التوازن بحيث انه ما نضغط عليه من جهة، ومن جهة تانية انه بنفس الوقت يتعلم، او نعطيه فترة ممكن انه خلاص ما يكون فيها تعليم لشيء، خلاص يتسلى وبس. تمام. هلأ نقطة كتير مهمة، اللعب، دمج اللعب بالتعليم دائما هي من أولى نقطة كتير مهمة. انا وقت بدي علمه فكرة اعطيها بطريقة لعب، ضحك، ترفيه، هو حياخدها، وقت بياخدها بهالطريقة السلسة هي أكثر نجاح للفكرة أنه تترسخ عنده. أما التعليم التقليدي أنه يلا عود وهي، هذا بينفر الطفل، ومثل ما قلتي أنه بيذكره بجو المدرسة كمان. لهيك أنه اللعب. نقطة ثانية أنه في كتير من الأهالي عندهم إفراط بتنظيم وقت الطفل، يعني مثلا من هالساعة لهالساعة عنده هذا النشاط، من هالساعة لهالساعة عنده هالتدريب، فالطفل طالع من تدريب لتدريب من تدريب لتدريب، ما عنده متنفس أنه هو يعمل الشيء اللي بده إياه. فنقطة كتير مهمة انه نحن نبتعد شوي عن الافراط، نترك مساحة لطفلنا انه هو يعمل اللي بده اياه. يعني مثلا بده يتفرج على التلفزيون، بده يلعب على الكمبيوتر، بده يلعب على الموبايل، بده يتفرج على شيء معين، يكون عنده هاي المساحة والحرية. بالاضافة لنقطة كتير مهمة لحتى نحن ما نوصل طفلنا لمرحلة الارهاق والضغط والتوتر، انه نحن نحافظ له على روتينه اليومي. روتين اليومي شو هو؟ روتينه انه ينام بكير، له ساعات نومه الكافية، الاستيقاظ بشكل مبكر كمان، انه نحن نضبط له اوقات يرتاح فيها. لانه الافراط مثل ما قلت لك ضغط
وقت الطفل بهي التدريبات والأنشطة، بالعكس ما حتجيب لنا الفائدة اللي احنا بدنا اياها كأهل، لا وإنما نحن حننفر الطفل من هذا الأمر ويصير ما عاد بده يروح، يصير انه انا ما خلصت المدرسه اجاني هي التدريبات، بصير ممكن بيعصب مثل بصير ممكن يصير ينام اكثر، بصير بيتهرب من هذا التدريب، ممكن يعمل مشاكل حتى بالتدريبات انه هو ما بده اياها. مشان هيك احنا كاهلي لنا كثير دور مهم انه الاهل يراعوا طفلهم، يتركوا له متنفس وقت انه هو يحس حاله فعلا هو عطله صيفيه ويستمتع فيها، لانه وقت بيستمتع وبياخذ وقته وبيتعلم هون بيكون في عنا الفاعليه الحقيقيه اللي بتصير. اما الضغط، ضغط الوقت، حشو الوقت للطفل انه من الصبح للمساء، هو هون نحن فعليا ما حيجيب النتيجه اللي بدنا اياها. طيب استاذه رند، يعني نحن بنعرف هلا في طلاب عم بيقدموا شهادات، ولكن ايضا في طلاب السنه الجايه هن شهادات، فالاهل بيبلشوا من هلا من الصيف انه انت السنه الجايه تاسع او بكالوريا بدنا نبلش معك دورات، فقد ايه هذا الشيء ممكن يعمل له ضغط وممكن يجي بشيء سلبي؟ هو سنة تقريبا سنة وشوي عم يتدرب، عم يقرأ، عم يدرس، ممكن يوصل لمرحلة يمل من الدراسة. صحيح صحيح، هو يعني بنقول الله يعينهم، لأنه هن أول ما بصير على قد ما بيسمعوا أول شيء بكالوريا تاسع تقرير مصير، فهو من أول السنة اللي بيكون قبلها سواء كان 8 ولا 11 فهو عنده الفوبيا الرعب إنه أنا هلأ السنة الجاية عندي هي السنة اللي هي التقرير المصير. فكلمات التخويف هي المسبقة هي لحالة زارعت له بباله أفكار الآن خايف. بيجوا بعض الأهالي إنه بالصيف نحن بدنا نحطك بهي التدريب الدورات التعليمية، هلا هو لحاله أصلاً مضغوط، فوقت بيجي بنضغط بالتعليم إنه هو صار عنده توتر زيادة. هلا كتير هو جيد إنه هو يطلع على المنهاج ويدرس مسبقاً، بس نحن نترك له مجال إنه هو يعيش إنه هي فترة صيف، يعني إنه نحن فعلياً لا أنت بكالوريا لا أنت تاسع فوت على الدراسة نبلش لها من الصيف، هو صار متوتر إنه أنا لسه عندي طب الوقت النظامي بالمدرسة إنه هذا عندي إياه تحضير كمان، بس إنه نحن نضغطه من قبل هذا فعلاً بيشكل عبء عند الطالب وبيخليه ينفر من الدراسة وممكن ما يدرس، بس يرجي أهله إنه هو قاعد عم يدرس وهو ما عم يدرس عم ينتهى مثلاً. لا نحن كأهل نخليه إنه هو يستمتع بوقته، يعني مثلاً بده يروح النادي، بده يروح يعمل نشاط، يروح يعمل دورة، يتعلم شغلة معينة ما له علاقة أبدا بالمنهاج اللي هو فعليا، ممكن يتعلم برمجة، ممكن يتعلم أي شيء هو بيمله وبيحبه، هذا الشيء بيعطيه راحة نفسية إنه أنا مو مضغوط إنه أنا هلأ هي السنة اللي هي بصير ممنوع أعمل فيها أي شيء، لا بالعكس حياة طبيعية. الأهل لهم دور كتير كبير بتخفيف التوتر بإنه نحن فرحانين فيك شو ما بتجيب، نحن واثقين بقدراتك، ممكن إذا ساعدوه لينظم وقته كيف يدرس كيف يوازن بين أنشطته بأنه هو يستمتع بوقته وبين دراسته، هذا الشيء بيريحه أكثر. حتى كمان نقطة مهمة أنه ما يكونوا كتير حاطين عليه مسبقا آمال كتير عالية وفوق قدراته، يعني مثلا أنت هلأ من هلأ لازم تدرس لحتى تجيب الطب، لحتى تجيب الصيدلة، لحتى تجيب هذا الطفل هون، هذا الطالب بيصير عنه إرهاق نفسي أنه أنا لازم ما أخيب آمال أهلي، لازم أنا ما أبداً أتوانى لحظة عن الدراسة، لحتى هذا بالعكس بيتعبه، وإذا ما حقق الشيء اللي بالدنيا فثقته بنفسه بتنهار. بالعكس يعني إنه أنا ما خزيت أهلي، يعني هيك ممكن يصير عنده أفكار هذا بيأثر مستقبلاً عليه، ما بنعرف شو حتأثر على شخصيته كمان، تمام؟ فنقطة كتير مهمة كأهل يعززوا له ثقته بنفسه، ينظموا له وقته، يساعدوه بالتنظيم، يسمحوا له إنه ياخد متنفس من الراحة سواء كان بالعطلة الصيفية وحتى خلال الدراسة، لأنه كمان ضغط الدراسة والدراسة المتواصلة أصلاً هي ما حتجيب النتيجة وما أصلاً يعني ما حيحسن يجمع ويركز بالمعلومات ويترسخ بشكل جيد إذا ما هو أخذ فترات متقطعة من الراحة حتى المعلومات تتسلسل بشكل منطقي. لهيك نحن بوجه للأهل إنه كتير مهم إنه يكونوا هن رفقات أولادهم اللي عندهم تاسع وبكالوريا، يحسسوهم بالأمان، الراحة، يخففوا لهم توترهم إنه أنت قادر هي السنة مثل أي سنة دراسية عادية، بس بتحتاج شوية تنظيم، تحتاج إنه نحن فعليا بدال ما نص منهاج يفوت معنا هو منهاج كامل وأنت دارسه وأنت حتكون قادر إنك تجيب العلامات اللي أنت بدك إياها، وأهم نقطة الفرعي اللي أنت بدك إياه، فهذا الشيء أهم شيء الفرعي اللي هو بده إياه، لأنه اليوم كتير بنشوف طلاب عم ينظلموا، بيكونوا موهوبين بناحية ما والأهل عندهم رغباتهم وتحقيق أمالهم، فهالشيء أكيد بيزيد أعباء ومسؤوليات عند الطلاب. خلينا هيك نلخص الفقرة معك أستاذة رند بمجموعة من النصائح وأهم النصائح اليوم اللي على الأهل والطلاب إنهم يتبعوها. تمام، هلأ
أول شيء فترة الصيفية فعلا هي فترة كتير مهمة لحتى نحن إذا بدنا نعلم الطفل شغلات جديدة يخفف توتر يتعلم مهارات سواء نفسية ولا تعليمية ولا تدريبية هي فترة كتير منيحة. نقطة كتير مهمة لحنا لحتى إذا كان ابننا ما عنده رغبة ما عنده هي أهم شيء نحن نبعد عنه مصادر الإلهاء. أنا بسميها هي مصادر إلهاء وتشتيت، هي الإنترنت التلفزيون الموبايل. فعليا ممكن الابن يرفض تماما يتلقى اي تدريب يتلقى اي مهاره نتيجه انخراطه بوقت طويل كثير بهي المشتتات. لهيك نحن ننظم له وقته بانه نحن ما بنحرمه منها، لا نحن بنعلمه بنفس الوقت بنعطيه وقت مساحه شخصيه لحتى هو يستمتع بالشيء اللي هو بحبه. نقطه ثانيه نحن نشجعه ونزيد له ثقته بنفسه بانك انت روح اتعلم خذ لنا المعلومه بتاعها علمنا اياها. هذا بيعزز كمان ثقه الطفل بنفسه انه انا بدي اجي اعطي معلومه كثير مهمه لاهلي، وهذا الشيء بالعكس بيبسطه وبيقوي كمان الرابط بين الاهل والابناء. كمان نقطه كثير مهمه الاهل ما يجبروا الابناء على نوع نشاط معين، وانما انه الطفل او المراهق هو يختار الشيء اللي بده اياه اللي بيتناسب مع مهاراته. والصيفيه هي فتره كثير مهمه لحتى أكيد الطالب او المراهق او الطفل هو يكتشف مواهبه والاهتمامات اللي هو بيحبها، وهذا الشيء رح يساعده انه هو يختار نوع التخصص الدراسي مستقبلا اللي هو بده يفوته صحيح اللي يختص فيه. صحيح، معلومات مهمه. شكرا لك استاذه رند، دائما تعطينا هاي المعلومات، وبنتمنى التوفيق اكيد لكل طلابنا بامتحاناتهم او لاطفالنا بهي العطله الصيفيه. شكرا لك، يعطيكم الف عافيه. شكرا لك استاذه رند، وشكرا لكل النصائح اللي قدمتيها. اكيد مكملين صباحنا معكم مشاهدينا، ورح ننتقل لفقرتنا الطبيه. صحيح عفاف، رح نحكي بمساحتنا الطبية اليوم عن مشكلة يمكن بيعاني منها كثير من الأشخاص وبالأخص السيدات، وهي هشاشة العظام، اللي يعني يمكن أغلب الناس بتقول أنه السيدات بعد عمر معين هي الأكثر عرضة للإصابة فيها. صحيح سلمى، واليوم هشاشة العظام واللي هي تعرف بترقق العظام، وكثير من الأشخاص ممكن يعانوا من هي المشكلة أكيد مع حدوث تغييرات بالبنية العظمية اللي عندهم، وأكيد هالشيء له آثار جانبية. وشو ممكن تكون هي الآثار على صحة الإنسان اليوم، وشو ممكن كمان الأعراض يلي بحس فيها الشخص لما يصاب بترقق رقق العظام، ومن أي عمر ممكن يبلش هذا المرض أو المشكلة؟ خلينا نقول كثير من الأسئلة والاستفسارات، وأيضا رح نتعرف على طرق العلاج وأيضا طريقة التشخيص مع الدكتور خالد نمورة، وهو استشاري في جراحة العصبية وعضو مجلس البورد السوري لجراحة العظمية. يسعد صباحك دكتور، وأهلا وسهلا. صباح الخير دكتور. خلينا نبلش أول شيء نشرح أكثر للناس ترقق العظام طبيا شو هو، وهل فعلا هذه المشكلة هي مرتبطة بتقدم العمر أو لا؟ تخلق العظام هو من الأمراض الشائعة إحصائيا بالولايات المتحدة الأمريكية، تقريبا بحدود 30 مليون شخص مصاب بترقق العظام أو تخلق العظام، وحول العالم ما يزيد تقريبا عن 200 مليون شخص مصاب بترقق العظام. شو هو ترقق العظام؟ ترقق العظام هو عبارة عن نقص بالكتلة العظمية، بيترافق هذا النقص مع تغيرات ضمن البنية الهندسية الدقيقة داخل العظم، وخاصة العظم الإسفنجي بنهايات العظام الطويلة. بمرحلة تانية بصير بجسم العظم، حتى جسم العظم بيتأثر اللي هو العظم نسميه العظم القشري. هي النقص بالكتلة العظمية ناتجة عن اختلال بالتوازن بين معادلة تكوين العظم وما بين عملية ارتشاف العظم. دائما العظم عند الإنسان بحالة استقلاب محددة مسيطر عليها بعدة عوامل، ما بين ارتشاف ما بين تكوين. هلا تكوين العظم مسؤول عنه الخلايا داخل العظم اللي هي بنسميها الاوستيوبلاس، الخلايا البانية للعظم، بتفرز مواد معينة بتساعد على إنشاء الكولاجين تبع العظم والمصفوفة اللي هي الميلات تبع العظم. بينما ارتشاف العظم مسؤول عنه الخلايا الكاسرة للعظم، هي الخلايا دائما تحت كنترول معين بعدة هرمونات بسيطرة الخلايا البانية للعظم، انه بشكل طبيعي بتلاقي الارتشاف مسيطر عليه تماما بهالعوامل هي. وقت تخلق العظام شو بصير؟ بصير انه الخلايا البانية للعظم نشاطها اقل، الخلايا الكاسرة للعظم نشاطها اكثر، فبالتالي امتصاص اكثر للعظم وتخرب البنية العظمية. هلا تخلق العظام الشيء اللي بيلعب فيه نتيجه هالعوامل هي توازن الكلس مع الفوسفور بالدم.
فأي اختلال بتوازن الكلس والفوسفور ضمن الدم في هرمونات بتسيطر على هذا الاستقلاب، ممكن يصير في اضطراب معين بهذا التوازن. الهرمونات اللي بتأثر على توازن الكلس والفوسفور بالعظم أو على حالة العظم هي هرمونات الغدة الدرقية، هرمونات جهرات الدرق، هرمون الكالسيتونين اللي بيفرز من خلايا من الغدة الدرقية، الهرمونات الإنسوية أو الهرمونات الجنسية للأستروجين الأندروجينات والكورتيزويدات أو اللي هو الكورتيزون. طيب دكتور، خلينا نتعرف أكثر على عوامل الخطورة وقت بينصاب الشخص بهذا المرض هشاشة العظام. إمتى بصير هالشي خطر على حياته وممكن إنه يصعب علاجه أو ممكن يؤدي لوفاته حتى؟ تمام. هلا تخلخل العظام له أسبابه وله عوامل خطورة. هلا الأسباب له نمطين، هو إما النمط الأول اللي بصير عند السيدات بعد سن انقطاع سن اليأس أو انقطاع الطمس، غالبا بين 50 إلى 70 سنة، يعني بعد انقطاع الطمس بحدود 5 سنوات ممكن يبلش تخلخل العظام. هذا النمط الأول. النمط الثاني نتيجة تقدم بالعمر بصير بعد عمر 70 سنة تقريبا. هلا النمط الثالث اللي هو تخلخل العظام الثانوي لامراض معينه، سواء امراض هرمونيه او استقلابيه او وراثيه او ما شابه ذلك. هلا عوامل الخطوره يلي بتلعب دور، عندنا نمط الحياه، اذا كانت نمط الحياه فيها كسل شوي، يعني ما في حركه، ما في تعرض للشمس، ما في اخذ كميات منيحه من الكلس من فيتامين د، بتلعب دور بهذا. التدخين، فرط الافراط بالمشروبات الكحوليه بيلعب دور بهالنقطة هاي. إذا صار عند الستات إنه انقطاع الطمس بفترة سابقة لأوانها، يعني بعمر تحت 45 سنة، هذا عامل مؤهب جدا ليصير تخلخل العظام باكري بالنسبة لهالنقاط هاي. هلا في عوامل تانية هي الأمراض، خاصة الأمراض اللي بتصيب الجهاز الهضمي بتساوي سوء امتصاص الكالسيوم، أمراض الكبد، أمراض الكلية، الداء السكري خاصة النمط واحد بيساوي لنا تخلخل العظام. في إصابات تانية اللي هي غالبا وراثية ممكن تساوي لنا تخلخل العظام نتيجة خلل معين بمستقبلات، خاصة الحساسة عند السيدات للإستروجين بيساوي لنا ترقق عظام. وبالإضافة عند الأطفال في حالة معينة هي نقص العظام غير التام، حالة وراثية بتساوي لنا تخلخل العظام بعمر مبكر جدا عند الأطفال. طيب دكتور، خلينا نحكي ليش دائما السيدات هن المتهمات الاكثر اصابه بهذا النوع من المرض؟ هلا السيدات معرضين للاصابه لانه بيجمعوا عده عوامل، بيجمعوا النمط الاول مع النمط الثاني. طبعا السيدات دائما في حمل، في ارضاع، خاصه اذا خلال الحمل والارضاع ما كان في اخذ كميات عاليه من الكلس مع فيتامين د، فبتلاقي انه اثناء تكون بالحمل الجنين بده كلس لحتى يتكون الهيكل العظمي تبعه، فبالتالي ببلش انحلال بهرمونات معينه انه بيعطي اور للعظم انه ينحل العظم، فبتلاقي هذا عامل مؤهب جدا لهالنقطه هاي. السبب الثاني انقطاع الطمس. انقطاع الطمس هو من الأسباب اللي حكينا عنها إنه بيلعب دور كبير نتيجة نقص هرمون الاستروجين. هرمون الاستروجين شو وظيفته؟ هو بينفرز طبعاً من المبيضين عند السيدات. هرمون الاستروجين هو عامل مسيطر على الخلايا الكاسرة للعظم، يعني العظم حكينا بحالة استقلابية في تكوين عظم في ارتشاف. هلا وقت بيغيب الاستروجين بصير تواتر الارتشاف العظم وامتصاص العظم اشد من تكوين العظم، فنحن بنوقع بهالمشكله هالنقطه هاي. الشيء الثالث انه كل ما تقدمت السن السيده بالسن تدخل بالعامل النمط الثاني اللي هو بعد عمر السبعين، يعني بعد عمر السبعين بتجمع عاملين، عامل انقطاع الطمس مع عامل التقدم بالعمر. طيب دكتور، ذكرت انه السيدات هن اكثر عرضه، ضروري يعني قد ايه نسبه الاصابه بهذا المرض بعد انقطاع الطمس عند السيده؟ هلا بعد انقطاع الطمس غالبا معظم السيدات اذا ما كانوا عم ياخذوا علاج صح من كلس، فيتامين د، ادويه خاصه بالعظم، اذا بلش ترقق العظام يعني بعد 5 سنوات ستصاب. يعني الواحد فيه يوقي حاله انه ما ينصاب بهذا المرض. طيب شو هي الاعراض يلي بتظهر؟ كيف انا بعرف انه عندي ترقق عظام بجميع المراحل او الانماط؟ خلينا نقول تمام. هلا ترقق العظام بشكل عام، تخلخل العظام كتخلخل عظام اوستيوبوروزيس، هو غالبا ما بيساوي اعراض. الاعراض يلي بتصير وقت بيحدث كسر أو بداية الكسر، بصير ألم بالمنطقة اللي بده يحدث فيها الكسر، فخطورة تخلخل العظام هي التعرض للكسور.
وبمر بمراحل. مرحلة نقص العظم اللي هي الأوستيوبينيا قبل ما يوصل لتخلق العظام. شو هي الأوستيوبينيا؟ هي البنية العظمية، بتكون الكتلة العظمية ضعيفة بس التحجبات ما فيها مشاكل كثيرة بالهندسة تبعها، ما فيها انسقاب بجدران الحجب اللي موجودة داخل العظم. المرحلة الثانية تخلق العظام، هي الجدران اللي بتكون العظم خاصة بالعظم الإسفنجي ببلش انه تنسقب، بتبلش انه المسافات تزيد بيناتها، فبتدخل بمرحلة تخلق العظام. هلا كيف نحن بدنا نشخصه؟ بنشخصه نحن غالبا عن طريق شيء اسمه ديكسيا او قياس الكثافه، كثافه الاشعه السينيه بالطاقه المزدوجه، او الكثافه العظميه بشكل عام، معروفه انه كثافه عظميه. تلين العظم او نقص العظم اذا كان عندنا في درجات معينه للكثافه، مشعرات معينه، اذا نفس كان الترقق دكتور، نفس الترقق تلين، نفس الترقق، لا لا نقص العظم الاوستيوبينيا هي المرحله قبل التخلخل. في شيء ثاني اسمه تلين العظام اللي هو ناتج عن نقص فيتامين د عند الكبار بالعمر، عند الاطفال اللي هو الكسع. ففي فرق بين نقص العظم، في فرق بين تخلخل العظام، في فرق بين تلين العظام. تلين العظام سببه نقص فيتامين د والتعرض للاشعه. فبقياس الكثافه العظمية في مشعرات محددة إلى قيم محددة، فهي القيم إذا نقصت عن حد معين، خاصة نحن بنساويها بالفقرات القاهرية، الفقرة من الثانية إلى الخامسة أو بعنق الفخذ والمنطقة بالمدورين بمنطقة الورك، هاي المشعر هذا هو اللي بيعطيني التشخيص ل إذا في تخلخل عظم أو في نقص عظم بالنسبة للقيم الطبيعية. دكتور خالد، خلينا نقول في كتير أشخاص بيحاولوا أنه هن إذا عندهم عوامل خطورة من اللي أنت حضرتك ذكرتها أنه يعملوا فحوصات دورية لحتى يعرفوا، يعني مو شرط ينصابوا بكسر ليعرفوا أنه هن عندهم هشاشة عظام. ممكن في فحوصات دورية منها مقياس كثافة العظم. إمتى بتنصح إن كان للسيدات؟ كل قد إيه لازم؟ طبعا بعد عمر الخمسين مثل ما أنت قلت، كل قد ايه لازم تعمل هاي الفحوصات؟ وهل في طريقه للوقايه من الاصابه او لا؟ تماما. هلا بالنسبه للحالات انه نحن كيف بدنا نساوي وقايه بالنسبه لهالنقطه هي، وشو لازم نساوي؟ اي مرض استقلابي او هرموني او نسائي او بامراض سوء الهضم، سواء سوء امتصاص او امراض معينه بالجهاز الهضمي اللي هو مسؤول عن امتصاص الكالسيوم، لازم مراجعة طبيب معين. الطبيب هو بيشخص الحالة بشكل معين أو بشك بشيء معين، بيطلب فحوصات معينة، الكالسيوم، الفوسفور، فوسفاتاز قلوية، إذا في اضطرابات هرمونية بيقدر. فخلال هالمعرفة هي بيقدر إحنا قبل ما نوصل لمرحلة إنه يبلش نقص العظم أو تخلخل العظام بالنسبة للنقطة هي. اثنين، نمط الحياة، يعني يفضل الابتعاد عن التدخين إذا نحن بدنا نساوي وقاية، الابتعاد قدر الإمكان، الابتعاد عن المشروبات الكحولية. السيدات خلال الحمل والإرضاع يجب أخذ فيتامين د مع كالسيوم بشكل منتظم شبه يومي. الشيء الثاني إنه نمط الحياة، لازم يصير في حركة، لازم في رياضة معينة، هي بتزيد من تمعدن العظم. فعند الشك وقت بصير في ألم حول المفاصل أو ألم معمم بالجسم بال 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 بالعظم أو تعب بالعضلات أو ضعف بالعضلات أو تلاقي فعالية الإنسان شوي اختلفت، فهون لازم راجع أنا طبيب إنه شو السبب إنه أنا صار عندي هالتعب. هاي مثل ما حكينا تلين العظام هو بيعطي أعراض عظمية، آلام معممة، بيعطي ضعف بالعضلات، بيعطي تعب، بحس الإنسان دائما إنه أنا تعبان أنا تعبان أنا تعبان. فهون مرحلة تلين العظام. لندخل بتخلخل العظام مثل ما حكينا، تخلخل العظام الا اذا كان موضع بمنطقه محدده حول المفصل، في اسباب كثيره بتساوي لي تخلخل العظام اللي هي ثانويه حول المفصل، منه التهاب هشاشه العظام العابره، هي بتصير عند الرجال بمنتصف العمر او السيدات بالثلث الاخير من الحمل، بتساوي هالنقطه هي. ميزتها هي انه مجهوله السبب بس انه بتزول بعد اسبوعين ثلاثه بتروح منه. هلا هي الكثافات الموضعه ما لها مشكله علاج، بس نحن ترقق العظام او تخلخل العظام المعمم هو اللي بيساوي لنا مشاكل. وخطوره تخلخل العظام مثل ما حكينا هي حدوث الكسور،
خاصة بمنطقة عنق الفخذ. شو بيساوي لنا تخلق العظام إذا دخلنا بهالمشاكل هاي؟ جودة الحياة بتختلف، نمط الحياة بتختلف، نسبة الوفيات بتزيد عن الحالة الطبيعية 20%، خاصة إذا حدث الكسر بسبب تعرض للعمل الجراحي، بسبب اختلاطات الكسر أو ما شابه ذلك. أكثر شيء بيأثر طبعا تخلق العظام مثل ما حكينا على العمود الفقري، العمود الفقري بصير انهدام بالفقرات بيساوي لنا إنه حدب، انحناء بالظهر بيساوي بالورك أو كسر الكعبلة البعيدة كسور محددة. فنحن قبل ما نوصل لهالمراحل هي وندخل بإشكالات اللي هي الشيء المخيف أكثر بترقق العظام أو تخلق العظام حدوث الكسور، لازم نحن ننتبه على طرق الوقاية. فمثل ما حكينا السيدات الحوامل أو المرضعات أو اللي عنده إدمان منيح على الكحول أو التدخين يخفف قدر الإمكان بالنسبة للمرضى. اثنين، أي ألم بالورك أو العمود الفقري خاصة بالنسبة للأعمار، السيدات بعد انقطاع الطمس أو الرجال بعد عمر 70 سنة سواء رجال أو سيدات، أي ألم بمنطقة المفاصل راجع طبيبك لأنه ممكن يكون بداية كسر، خاصة الكسور الجهدية ما بتبين مباشرة على الصورة الشعاعية، تعطي ألم، تعطي عرق، تعطي ضعف حركة. الطبيب قادر أنه يشخص الحالة هاي ويتدخل قبل ما يصير الكسر بشكل كامل، إما تثبيت وقائي أو بعلاج دوائي أو مشابه ما شابه ذلك. طيب دكتور، خلينا هيك ما بدنا نقطع الأمل لأنه هو مرض كتير ممكن خلينا نقول عنه خطير، لأنه سبل العلاج يمكن ما تكون كتير آمنة أو واردة أو نتائج إيجابية. اليوم شو في طرق للعلاج ممكن أنه تشفي هذا المرض نهائيا أو تخفف منه؟ هلا بالنسبة للعلاج، نحن تخلق العظام بشكل عام له نمطين من العلاج. طبعا العلاج غير الجراحي اللي هو العلاج الدوائي، مثل ما حكيت من شوي انه تغيير نمط الحياه مهم جدا، الحركه، التعرض للشمس، اخذ كميات منيحه من الكالسيوم، الكالسيوم موجود بمشتقات الحليب، مشتقات الالبان، موجود بالفواكه، موجود بالخضار، فضروري جدا ناخذ الادويه هي. عفوا هالمواد هي. هلا في حال بلش عندنا تخلق العظام بدنا ناخذ كلس، بدنا ناخذ فيتامين د، في ادويه خاصه لتخلق العظام الى طرق استطبابات محدده بناء على قياس الكثافه العظميه اللي حكينا عنها وقت بنشخص ترقق العظام. اذا النسبه مثلا كانت نقص عظم، يعني القيمه تي بين ناقص 1 لناقص 2.5، هون بعطي الكالسيتونين. الكالسيتونين هو بيظبط الخلايا الكاسره للعظم وهو هرمون مثل ما حكينا طبيعي موجود بالغده الدرقيه بخلايا موجوده جانب الغده الدرقيه وموجود حاليا صناعيا بشكل بخاخات او بشكل طبعا. يعني قد ايه نسبه الشفاء تقريبا دكتور بالنسبه لترقق العظام؟ ترقق العظام في فكره انه نحن قمه الكتله العظميه بصير بعمر 30 سنة. بعد 30 سنه سنويا 2/10 3/10 من كتلة العظمية تكتشف أو تمتص. هلا بعد سن اليأس أو انقطاع الطمس هي النسبة بتزيد لاثنين إلى 4%. فكلمة شفاء لتخلق العظام بصراحة ما بصير شفاء، وإنما بصير تحسن بالكتلة العظمية. وهون السبب إنه نحنا إذا سوينا وقاية لموضوع تخلق العظام أفضل ما نوقع بمشكلة تخلق العظام يلي أنا ما بيعطيني شفاء كامل. كل الأدوية اللي بنعالجها بتخلق العظام ما حتعطي شفاء كامل، ما حترجع البنية العظمية لوضع الطبيعي، ولكن إنه أنا بسيطر إنه حسن من الكثافة العظمية، كثافة التمعدن بالعظم، حسن من الكتلة العظمية ولو بنسب خفيفة بس للوقاية من حدوث أي كسر. يعني معلومات مفيدة، شكرا كثير لك دكتور. نتمنى للكل طبعا الشفاء إذا عندهم أي نوع من أنواع الإصابة. شكرا لوجودك معنا. شكرا لكم. شكرا لك دكتور، وأكيد نتمنى السلامة للجميع. أما هلأ مشاهدينا رح ننتقل إلى وزارة الثقافة واتحاد الفنانين التشكيليين بسوريا ومعرضا للفنان التشكيلي عصام المأمون، وذلك بصالة الرواق العربي بدمشق. كثير من التفاصيل رح نشوفها بتقرير مالك عليا.
معرض فني تشكيلي في صالة الرواق العربي بدمشق للفنان عصام المأمون تضمن 84 لوحة من مختلف الأحجام مستخدما فيها مواد صلبة بلغة تشكيلية جديدة خرج فيها الفنان عصام المأمون عن المألوف. أنا معجبة جدا بهذا المعرض وأرى بأنه لا يشبه بأي حال من الأحوال أي من المعارض التي رأيناها في الفترة الأخيرة. تشكيلات فنية مبدعة، استخدام مبدع لمواد غير مألوفة، وفكر فلسفي عميق في كل لوحة نراها. الفنان عصام المأمون قدم في المعرض لوحات بتقنيات مختلفة وبلغات تشكيلية جديدة كلها تدور في فلك الإنسان ومعاناته في هذه الظروف ليس فقط في سوريا بل في كل العالم. بالنسبة لهذا المعرض أنا حبيت أعمله بهذا المكان، هذا المكان بهي الصالة العريقة اللي بيحمل عبق الفنانين والأساتذة الكبار اللي كانوا يعملوا معارضهم هون وملتقياتهم هون. بالنسبة لهذا المعرض أنا بعتبره رسالة سلام للناس التعبانة، للناس اللي مرق عليها هاي الظروف وأنا نقلت على لوحاتي ووسختها، ورسالة سلام وحب لألون، ورسالة بنفس الوقت لهي الدول الظالمة اللي بتحكي كتير بالإنسانية وبتحكي بالمبادئ وحقوق الإنسان، وهي اللي إجت ودمرت هذا الإنسان ودمرت الحجر ودمرت البشر ووصلت هذا الإنسان لهذا التعب، حصار الاقتصادي اللي صار، القصص الكتيرة اللي قدمتها، الإجرام اللي قدموه، هاي رسالة بأنه حاجة نكتفي هذا الكوكب كله لإلنا. الفنان عصام حاول يعطي شيء غير المألوف، قدم شيء مانه عادي، يعني لما نحاول يعمل المادة الماتيريال هي بالحديد أو بالصاج أو بالألوان أو بالكولاج، عملية كولاج اللي قدمها، قدم شيء غير أي فنان تشكيلي بيقدمه. أعمال كثيرة وغزيرة وتجربة متنوعة، وهون شايفين مثلا بالعمل هذا اللي وراي مثلا شوي مقرب على النحت، يعني في حجم عم يعطي بعدة أعمال هاي اللي هون على الجدار، هاد إيحاءات مجسمة يعني بخامات بسيطة نبيلة، الخامات يعني مثل خشب أو جذوع أو هيك، فمزج بين طبعا النحت والتصوير. بهالمعرض أنا شفت في قلق وجودي وفي محاولة جادة جدا وإنسانية وعميقة بحيث أنه يلامس كل تفاصيل الحياة برؤيته الخاصة. الفنانون والزوار أكدوا أن المعرض جدير بالمشاهدة، وأراد فيها المأمون أن يلامس تفاصيل الحياة برؤيته الخاصة، وهذا الأسلوب ناتج عن تراكم معرفي وفني لديه. أما هلأ رح نروح للاذقية، واستمرارا لمعرض طبعا الكتاب الشهري اللي ما زال مستمر، خلينا نتعرف على تفاصيل أكثر مع مراسلنا مصطفى خضور. كتب بمختلف الأنواع والمواضيع يقدمها معرض شهر الكتاب السوري للقراء والمهتمين، إضافة إلى كتب خاصة بالأطفال في جامعة تشرين باللاذقية. خلال معرض شهر الكتاب عم بيكون في عنا إقبال كتير كبير، بسبب أنه أولاً الإصدارات، وبسبب أنه دائماً الكتب الموجودة عم بتغطي احتياجات الطالب، إن كان كدراسة بمجال دراسته حلقات البحث، أو إن كان اهتمامات له خاصة شخصية ثقافية، دائماً عم بيكون موجودين إن كان دكاترة، طلاب، موظفين. الكتب مثل ما شفتوا هي عم تكون متنوعة، ما بين شعر، قصص، روايات مترجمة، شيء له علاقة بالتاريخ، الجغرافيا، له في شيء له علاقة سياسة، فن سابع. ونحن دائما موجودين، ودائما الإصدارات عم بتلبي أغلب طلبات الطلاب الجامعة اللي بحكم نحن موجودين بالجامعة. بشكل عام معرض فيه تنوع بالمصادر والمراجع والأبحاث،
وهذا يعني يفيد لطبيعة أنه هو معرض موجود في كلية الأدب والعلوم الإنسانية، ففيه جميع الاختصاصات، فيه فلسفة، هناك فلسفة، هناك أدب عربي، هناك قصص الأطفال، إذن هذا شيء جيد. والله أنا دائما بجي، أنا دائما من زمان بجي هذا المعرض، وفي كتب متنوعة وكتب ثقافية جيدة جدا، لكن أكثر شيء بيبهرني أنه في روايات العالمية المترجمة هون كتير جيدة وممتازة. نزور دائما للكتب، يعني بجي بشوف اذا في شيء هيك شيء جديد شيء حلو ناخذ لنا هيك كم كتاب نحن وطالعين. كثير محظوظين انه المعرض موجود عندنا بالاداب، يعني كل ما كنا طالعين محاضره هيك بنجي نمر نشوف شو في جديد، وانه ما بنكون حاطين شيء بنا بس دائما في شيء بيعجبنا وناخذه، يعني انه لانه في كثير تنوع بالمواضيع. يشكل المعرض فرصة لتقديم الكتب للمهتمين لإعادة الألق للكتاب الورقي، ويستمر حتى 12 من الشهر القادم. أكيد مشاهدينا في برنامجنا وصباحنا، وبالختام أساساً رح ناخذ فقرة جدا جميلة وكتير فيها من البساطة والتقلة، مصنوعة من القش، وكتير من القصص يلي ممكن تخطر على بال أي شخص، وممكن هي بحد ذاتها تكون إبداع لحتى الواحد يقدر يصنع من هاي الأمور أشياء تقيلة وبسيطة بنفس الوقت، بنقدر نزين فيها المنزل وبنقدر كمان نزين فيها الأماكن الأثرية والسياحية. أكيد عفاف عم نحكي عن ضيفتنا اللي هي تميزت بالأعمال اليدوية وبالأخص بالقش، وقدرت أنه هي تترك بصمة مميزة بهي الأعمال. طبعا أشكال متعددة ممكن تتواجد بقلب البيت، ممكن تكون ديكور منزلي مثل ما بيقولوا. هذا المشروع رح نتعرف عليه أكثر أكيد إمتى بلشت فيه وكتير تفاصيل. خلينا بالبداية رحب بضيفتنا السيدة رشا محفوظ صاحبة المشروع. أهلا وسهلا فيكي وسعد صباحي. أهلا فيكم وسعد صباحكم. صباح الخير وأهلا وسهلا فيكي. يعني كان ختامها مسك اليوم مع حضرتك، وهي الجمال والأناقة اليومية اللي عم نشوفها أكيد عم تاخد كتير من وقتك وجهد وتعب. خلينا بالأول هيك نعرف شو اللي خلاك تتجهي للقش حصرا، ويعني شيء ممكن ما يخطر ببال حدا أنه ممكن من القش نحنا نعمل كل هذا الشيء. هو والله أنا بلشت كهواية، أنا كتير بحب القش من زمان، يعني وقت كنت أشتري أغراض لبيتي كنت دائما أدور على القطع اللي فيها قش. فوقت تركت شغلي بعد شغل 13 سنة بالقطاع المصرفي، قعدت شوف شو بحب شغلات وهوايات مارسها بالبيت، فلقيت أنه هذا أكتر شيء أنا بحبه، بلشت أعمل قطع لبيتي صغيرة، وبلش الموضوع يتطور، ولما شفت اهتمام من المحيط اللي حوالي بهذا الشيء وطلب عليه طورت الشغل أكتر وأكتر. طب خلينا نتعرف شوي منك عن بداية يمكن القطع اللي اشتغلتي فيها. نحن شايفين كتير شغلات، إن كان لمبادرات، شيء مثل ما بيقولوا لعلب المحارم وغيرها كتير شغلات. خلينا نبلش، شو أول شيء بلشتي فيه؟ أنه أول قطعة كيف بلشت الأفكار تيجي؟ هلا أول شيء أنا بلشت كان عندي حب كبير لقصص إعادة التدوير، فبلشت من شغلات بسيطة بالبيت، لبسها قش، لبسها خيش، هيك بس إنه أنا أشوفها شلون بدها تطلع، أقدر أستفيد منها بالبيت، أعمل منظمات لبيتي. فكانت القطعة اللي قدام حضرتك من أوائل تقريبا القطعة اللي بلشت أعمل بها يعني بهذا المبدأ، بس ما كانت بهالتقاني أكيد ولا كانت بهالفينيشينج، لأنه مع الوقت الواحد كتير بتتغير طريقة شغله. هي ممكن فينا نقول ممكن علبة عادية تلفي حواليها القش للأشخاص اللي بيكونوا عم يتعلموا الأول تماما. ايه للمبتدئين ممكن اي شيء علبة كرتون مثلا ويبلشوا يلزقوا عليها صحيح. التفاصيل صحيح. وانا بس مع الوقت صرت انا اعمل القوالب واتحكم فيها وبمقاساتها، لانه على هوا الطلبات صرت امشي، فلهيك ما عاد قدرت اتقيد بالشغلات تبعت اعاده التدوير، صرت انا اعمل القالب واشتغل عليه. في شيء قوالبه بتكون كرتون قوي، وفي شيء قوالبه بتكون حديد، بعدين دخلت انا بمجال اني قويه اكثر ودعمها بالحديد. يعني اليوم انت اخترتي القش لحتى هيك يذكرنا بالبساطة القروية، وبنفس الوقت في تقل مبين بالشغل، يعني مو بس بساطة قروية، في تقل وفي تعب واضح كتير على القطع يلي جايبتيها معك حضرتك. اليوم خلينا هيك نتعرف اكتر على هدول الاشغال وكيف قدرتي تحققي هذا التوازن بين البساطة والتقل بنفس الوقت. تمام، هو مثل ما قلتي حضرتك القش له سحره الخاص، يعني بيعطي شعور بالراحة، بيعطيكي إحساس كأنك أنت وين ما كنتي كأنك قاعدة بمكان دخله بالطبيعة بحضن الطبيعة، بيجيكي شعور بالسلام. أنا هيك بحس تماما يعني وقت بشوف شيء من القش بأي مكان.
هلا لاخر انه كيف بيطلع الطابع تبع القطع، بحس انه كل حدا بيشتغل قش بيعطي قطع وجزء من روحه، يعني بتحسي شغل راشيل مثلا له طابع معين بجوز ما تلاقيه عند حدا تاني، مع انه نحن موادنا بتلاقيها تقريبا بسيطة. واحدة مبدأ الشغل ممكن يكون واحد، بس دائما بتحسي في اختلاف، هي روح الشخص اللي عم يشتغل هي اللي بتعطي هذا الشيء الفرق يعني. أكيد. خلينا نحكي شوي عن الشيء اللي بيميز مشروعك. اليوم في كتير يمكن ممكن نشوف أفكار متشابهة بالسوق. صحيح. في بعض خليني أقول المحلات بتعمل شيء صناعي بالقش ولكن صناعي. صحيح. انت كل شيء مثل ما بيقولوا من A to Z يدوي. صحيح. كله. صحيح. كاملا انت. صحيح. من الفكره للتنفيذ. صحيح. من بدايه تصميم الهيكل. شو الشيء اللي اعتمدتي عليه اساسا لحتى يعطي بصمه للمنتج الخاص لك؟ هلا والله انا اشتغلت لحقت شغفي صراحه يعني، وهيك بالتدريج صارت القصه تتطور، صرت لاقي طرق احيانا واجه عقبات وانا عم اعمل بعض القطع انه ما يكون فيها متانه معينه، ما يكون فيها ركوزيه معينه، صرت انا لهيك انا صرت فتت موضوع اني اصمم القوالب واشتغل عليها بطريقه انه حل كل القصص اللي ممكن تطلع، مثلا تكون القطعه جودتها عاليه ومميزه يعني. اكيد هذا الشيء مع الوقت كثير بيتطور مع الشخص كل ما مارس اكثر هذا الشغل. خلينا نحكي أكثر هيك على تفاعل الناس مع شغلك، شو أكثر الأشياء المطلوبة منك اليوم؟ يعني عم تلاقي مقابل هذا الجهد والتعب اللي أنت عم تتعبيه مقابل لإله هيك يرضيكي نوعا ما؟ عم تلاقي في تفاعل كبير من الناس لسه عم ترغب بالأش اليوم؟ هلا هو صراحة أول ما بلشت كان اللي عم يحركني هو الشغف بس وهواية، بعدين لما لمست اهتمام صراحة هو كان صار الدافع على شغلي، لأنه مع الوقت الشغف بيخف لأنه بتلاقي في تعب كتير لتطلع القطعة، فإذا ما شفتي اهتمام وإقبال على القطعة اللي عم تشتغليها ما بيكون عندك الدافع للاستمرارية. فضليت أنا يعني عم شوف الناس شو بتحب، يعني خصوصي بعد ما بلشت شارك بالبازارات صرت على احتكاك مباشر مع الزباين، فصرت اعرف انه هن شو بيحبوا شو الشغلات اللي بتلزمون. احيانا هن الزبونه ما بتقلك انه بدي قطعه معينه، بتقلك عندي مشكله بالبيت غرض معين ما عم اعرف شلون بدي رتبه، بقى بصير انا وياها بنتعاون لنلاقي فكره انا نظم لها اغراضها بطريقه تطلع مرتبه. فهو هذا كان المحرك الدافع لي لاستمر، اهتمام الناس صراحه. دائما القش برغم انه هو بسيط وممكن الكل بيفكر انه نحن الشغلات هي القش بنلاقيها عند بيت ستنا بيت الضيعة، ولكن صحيح. قدر يعني انا مثل ما انا شايفه من الشيء اللي انت عملتيه والتصاميم قدرتي ترفعي هذا المستوى، تعطيه نوع جديد من الحداثه، خصوصا الطريقه الهندسيه اللي انت بتعملي فيها. يعني اذا واضح معك الشكل اللي هون ما عاد الشكل التقليدي الطبيعي اللي بشوفه. قديش بتاخدي وقت لتصممي التصميم نفسه؟ يعني ممكن عند بيت محارم الكل يعملها بس انت عملتيها بطريقه معينه. صحيح. هي صراحه مع الوقت يعني انا بلشت بقطع كثير بسيطه مثل ما خبرتك، وصار يواجهني مشاكل بطريقه القطعه وقالبها وكيف الزبونه بدها تستخدمها وكيف بدها تكون عمليه. طبعا انا بعتبر حالي زبونه لشغلي بجربهم للقطع عندي بالبيت، وبصير مع الوقت بلاقي طرق معينه بحيث انه تخدم هي القطعه الشخص اللي بده ياخذها. يعني هي مو بس انا يعني بحاول قد ما فيني بشغل القش طلعه من قصه انه يكون في يعني يكون في انه هو مجرد ديكور بالبيت، لا بحب انه يكون هو شيء مفيد بالبيت بالاضافه لشكله الحلو يعني. مثل هيك قطعه يعني كثير بتاخذ وقت صراحه، بس هي اخر شيء بتطلع النتيجه عن جد بس يشوفها الواحد بيقول معلش التعب ومعلش الوقت. شايفين قالب انت عامله قالب وعم تشتغلي عليه؟ تمام. في ناس اختصاصيين بتعمل هي القوالب الكبيره، هالقوالب الصغيره انا بعملها، بس القوالب الكبيره بستعين بحدا يساعدني فيها لانه بدها ورش وادوات وهيك. وبعدين انا بشتغل فوقها بهي الطريقه. كأنه عم نشوف كمان انه هون طالع عن مود القش بهي. صحيح. الشيء اللي عم تشتغلي عم تفكري لمشروع جديد ولا عم تفكري تعملي شيء ثاني بجانب القش؟ هلا انا الاساسي هو القش عندي، بس في ناس بتحب الالوان. والقش عندنا بالبلد ما بتلاقي منه الوان، هلا برا ممكن تلاقي قش مصبوغ ممكن تلاقي الوان، فانا اضطريت اطلع عن القش للون لارضي الاذواق اللي بتحب فعلا الالوان بالبيت، وصراحه لقيت الناس حبتهم كمان. يعني في ناس ما بتحب القش، يعني خلينا نكون واقعيين نحن بنحبه وهيك انه في له ناس بتحبه، بس في ناس صراحه لا بتفضل يكون شيء لون يلبق مع ديكورات بيتها. بجوز ما عندها قش بالبيت تقول لك انا ما بدي اجيب قطعه قش حطها بالبيت عندي، اذا ما كان في كورنر خاص للقش عملته هي. صحيح. بالبيت الزبونه. طيب خلينا كمان مانديلا، مو مانديلا اسمه، اسمه دريم كاتشر. دريم كاتشر. خلينا من عندك عفاف اذا فينا نشوفها كمان، هي طلعت موضه كثير هي الفتره. صحيح. انت عامله شكلين، شكل قش وشكل عادي. ما ايه تمام. هلا هي التحتانيه هي قش بس لانه معلقه فيها يمكن.
تسلم. منيح اجي خليها مع الاهل، لا تفكيها، طلع الموديلين واضحين بشكل واضح. هي القش مشان نشوفها. آه هذيك فكت لحالها. هي القش على نفس مبدا القش اللي انا بشتغله. عملت دريم كاتشر بطابع راشيل، يعني انه هي مو هيك الدريم كاتشر الاساسيه، بس انا عملتها بطابع شيء يلبق مع شغلي، شيء خاص تماما. وللمحبي الالوان اكيد فتنا بخيط القطن، فينا نعمل اللون اللي بدنا اياه مشان ترضي كل الاذواق. البنوتات كثير عم يحبوا الالوان، بتعرفي الزهر وهدول القصص تلبق مع غرفتهم تكون مميزه. رشان اليوم عم تحاولي انت تعملي بصمه خاصه لك من خلال شغلك، واضح كثير انه ما في حدا تاني ممكن يعمل نفس الأفكار يلي عم تخطر لك. كتير من التميز موجود بالقطع يلي عم نشوفها اليوم. اليوم قدي القطعة بتاخد منك وقت؟ يعني أكتر قطعة ممكن تعبك قدي تاخد وقت منك؟ والله هلأ القطعة هو حجمها هو طريقة شغلها، ممكن تلاقي قطعة صغيرة تاخد وقت أكتر من قطعة كبيرة. طريقة الشغل في كذا طريقة للشغل للقش، طريقة الشغل هي اللي تلعب دور بالوقت، بس بالمجمل شغل القش كله بده وقت، وما حدا بيقدر يقدر الوقت الفعلي اللي هو بتستغرقه القطعة غير لبين ما الشخص يشتغل بإيده. يعني ممكن اللي بيشوف ما يتخيل إنه هاي القطعة أكلت هالقد وقت، كلهم بياكلوا أوقات بالساعات، في منهم يوم كامل قطعة بتقعد بين إيدينا لنخلصها. تمام. طيب خلينا نشوف كمان من عندك عفاف لو سمحتي، هدول اللي هن ابسط شيء والطف شيء الكل بيحبهم، لهدول بينحطوا مثل ما بيقولوا مفارش. يعني الكاميرا علي فينا نستخدمهم ككوسترز، نحطهم تحت السخن للناس اللي بتحب تستخدم الشغلات بطريقه عمليه. وفي ناس بتحب تحط عليهم باز، في ناس بتحب تعمل حجم كبير وتحطه على طاوله مثلا بالبيت يعطي ديزاين حلو. في منه كروشيه، شغل كروشيه، وفي منه مكرميه طريقه الشغل تبعيتهم. كثير عم محبوبين هدول، يعني كثير لهم سوق الكوسترز هلا، كثير الناس عم ترغب لهم. خلينا ننتقل هيك لجانب مظلم، خلينا نقول بهي الموهبه اللي عندك اللي هو تامين هي الماده. اليوم عم تامنيها بسهوله ولا بصعوبه، ولا في كمان صعوبات عم تواجهيها؟ هلا نحن القش الموجود عندنا بالبلد كثير انواع قليله موجوده متوفره. طبعا انا يعني الديزاينات اللي بشوفها احيانا بالمواقع اللي بتهتم بالديكور وهيك، بحاول اني اعمل شيء قريب عليها بس بالمواد المتوفره، لانه يعني انا بالاخير محكومه بهي الماده اللي موجوده عندي بالسوق، فبدي احاول قدر الامكان عالجها، احاول حليها. ممكن ما تكون جودتها عاليه، بس انا اضطر اني مرقها بمراحل لتطلع جودتها عاليه خلال الشغل وتعطي منظر حلو. بدنا يعني هذا الموجود. عم تعملي اعاده تهيئه يعني لكل شيء؟ تماما تماما. ايه يعني في مواد بتكون عن جد جودتها ما منيحه، بضطر اشتغل عليها ونظفها كثير للقطعه لتطلع شوي حلوه يعني. طيب خلينا نحكي شوي عن التسويق. اليوم أغلب الأعمال اليدوية صارت تعتمد على البازارات أو السوشيال ميديا. صحيح. لوسيلة لحتى الناس تعرف أكثر عن المنتج تبعهم. قدي تتعبي على هذا الشيء، وخصوصا اليوم في ناس لهلا برغم من أنه هي وسيلة كتير مفيدة، بس في ناس بتشكك بتقولك ممكن الصورة تكون غير الواقع. صحيح. خلينا نحكي عن هذا المجال شوي، مجال التسويق الخاص فيك. صحيح. هلا أنا أول ما بلشت كنت بس أونلاين أشتغل. في مشكله مثل ما قلتي انه الزباين بتخاف تكون قطع على الواقع غير ما هي، او احيانا ما بتصدق بتقول معقول هي بهالجمال ولا لعبانين بالصوره. بضلوا بيسالوني انه هذا انت شغلك ولا من برا جاي الشغل ولا مصين ولا كذا. فهي القصه انا بالبازار انقذني فيها صراحه، انه تعالوا شوفوا بالبازار القطع على الواقع. وانا دائما بحط خيار حتى للناس اللي تشتري عندي اونلاين اول مره، بيكونوا مو شايفين شغلي قبل مره وكذا، انه فيك ترجعي. يعني انا ما عندي مشكله، انا بالعكس انا شفتيها مثل ما انت بدك تماما. يعني انا اصلا ما بحب تروح قطعه شغلي، عن جد انا هي شغله يمكن ما انا صحيحه كثير، ما بحب تروح قطعه شغلي لعند حدا مو حاببها. يعني لو انه حسيت الزبونه مونونه الا لا تاخذيها، لا تقتنعي فيها 100%، لانه انا كثير تعبانه عليهم وكثير بحبهم وبزعل لما بيروحوا لانه هن لازم يروحوا. بس بحب يروحوا لعند حدا يعطيني فيهم ويحبهم ويخدموه. يعني انا كثير بتهمني قصه انه انا يكون القش اللي عم اشتغله يخدم الناس ببيوتها، مو بس شكل وديكورات، لانه خلينا نكون عمليين شوي. يعني مو كل الناس عندها القدره تشتري ديزاينات رفاهيه انه يشتروا هلا شيء. بالعكس انا شايفه كليات شغلات ممكن تستخدم بقلب البيت. يعني هذا كتير هدف أساسي عندي، إنه تكون القطع اللي عم أعملها تخدم وتكون عملية بالبيت وتساعد وتكون متينة بالقدر اللازم اللي هي لازم تكون فيه. عم لفتت نظري هي المراية اللي عملتيها، خلينا نشوفها ونحكي عنها شوي. يعني شيء كتير مميز بصراحة. كيف عملتيها وكيف يعني من وين جبتي هيك فكرة إنه مراية تزبط معك بهذا الشكل؟ كتير حلو.
هلا انا كثير في افكار بجيبها من المواقع اللي بتهتم بالديكور، وبحاول انا اعمل بصمتي الخاصه عليها. هاي القطعه يعني من ورا فيها خشب كثير متينه، من المرايه جودتها عاليه، طريقه صف الحبال متينه وبتحسيها بسيطه، وعطت حركه للمرايه العاديه اللي نحن متعودين هي عليها. هلا هي تريا اي تمام تتعلق بالسقف، وممكن نعمل منها لمبادير يكون ارتفاعه، يعني ممكن يكون عندنا ضوء نحن بالبيت او شيء نعمل له هذا هذا الشكل تماما، يعني تتعلق بالسقف، وممكن نعملها على مبدا نحط لها قاعده تصير على مبدا اللمبادير الصغير. يعني اشكال كثير متعدده وجميله، ونتمنى هيك نكون قدرنا نضوي شوي اليوم على احد المشاريع المهمه. قبل ما نختم بدي هيك رساله منك اليوم لكل سيده، انت قلتي كنت عم تشتغلي بقطاع آخر تماماً، صحيح. وهي مجرد موهبة. قديه مهم اليوم السيدة دائماً تلاقي لها مساحة ومكان تحقق فيه ذاتها، وأحياناً ممكن يكون شيء ينتج لها عائد مادي. صحيح. هلأ هي الوظائف حلوة كتير وبتعمل دخل، يعني قد يكون بيحسس نوع من الأمان والاستقرار للسيدة وللرجل للكل، بس كمان أنك تلحقي شغفك شيء بيعطيكي غنى داخلي، يعني لو ما عملتي بزنس أنه بلشوا بشوي الواحد يعرف شو بيحب. هلأ أنا صراحة ما عرفت شو بحب لتركت الشغل لأنه ما كان في وقت، فبنصح الكل ياخد وقته الخاص أنه يعرف هو شو بيحب فعلا، وإذا قدر يحوله لبزنس بيكون ممتاز، ما قدر يحوله لبزنس بتضل هواية حلوة كتير وبيستمتع فيها وبتعبي له وقته الحلو. يعني مشكلة مجهولة حكيتي عنها عند كل الأشخاص اليوم، إنهم يلاقوا شغفهم بمكان ما، بيكونوا هنا بحد ذاتهم بالمكان اللي مانو مناسب لإلهم، وبالتالي أكيد بينسبوا على حالهم هنا شو بيحبوا وبيشتغلوا على هذا الشيء. نشكر حضورك معنا ولهي الإطلالة الحلوة اللي أضفتي على صباحنا. شكرا لك، حليتوا صباحي. شكرا كمان أنت اللي حليتي صباحنا، وأكيد نتمنى لك التوفيق، ومثل ما قلتي هي القطعة الحلوة هي جزء منك. نفس الشيء اللي بده يشتري اي قطعه من رشا رح يحس بروحها الحلوه اللي دخلتها بكل قطعه. شكرا لوجودك معنا. شكرا كثير لكم، يعطيكم العافيه. اما هلا سلمى خلص مشوارنا الصباحي، وخلص مشوارنا الصباحي معكم مشاهدينا، وبدي اتمنى لكم بنهايه اليوم وبنهايه صباحنا مو اليوم بس خليكم بخير لاخر اليوم ولبدايه الاسبوع وبنهايه الاسبوع، اقضوها بكل خير ان كنتوا لحالكم او مع الاشخاص يلي بتحبوها. باي باي. اكيد تضلي بخير عفاف. ولكل مشاهدينا مثل العاده نحن اليوم الخميس اخر يوم بالاسبوع، بكره حتكونوا مع بيست اوف لابرز المحطات، ولا تنسوا تراسلونا لاي مواضيع بدكم تكون ضمن محطاتنا الصباحيه، وتابعوا مقتطفات من الحلقه اللي عم تنزل على موقع الاخباريه السوريه. تضلوا بالف خير. باي باي.